إناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. إخواني المؤمنين، إخواني الشرفاء، إنها فرصة طيبة تجمعنا معكم في هذه الليلة المباركة وبهذه المناسبة الطيبة، نلقي أمامكم كلمة قصيرة موعظة بالمناسبة إن شاء الله، ونسأل الله التوفيق وأن يوفقنا للصواب يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. إخواني، مثل هذا المجلس يذكرني بأيام سعيدة عشناها مع إخواننا في هذه المدينة وفي مساجدها، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميع الأعمال الصالحة. نسأل الله القبول يا رب العالمين. وهذه الجلسة كما قلت لكم إخواني ذكرتني بجلسات حفلات كنا نعيشها في مسجد بدر، وكان الشيخ عبد الله جزاه الله خيرا وحفظه، هو آثار من الآثار الطيبة لمسجد بدر إن شاء الله تقبل الله منا ومنه، سي عبد الله النهاري. سي عبد الله النهاري كان في ذلك الحين كان طالبا بجامعة محمد الأول بوجدة، ولكن كان يعيش معنا في مسجد بدر، وسبحان الله في مثل هذه الجلسات كنت أعطي الكلمة لسيد عبد الله وهو طالب بجامعة محمد الأول. وفعلا ذلك العمل ما ضاعش إن شاء الله، أعطى الأثر طيب. سيد عبد الله أثر ديالو يعني ما بقاش في وجدة، يعني وجدة وخارج وجدة، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنه يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. نعم إخواني، ذكرني بهذا، قلنا أنا كنت أعطي له كلمة في مثل هذه الجلسات، والآن هو الذي كلفني وفرض علي أن ألقي هذه الكلمة. وطاعة الحبيب لحبيبه واجبة. أسأل الله التوفيق يا كريم. سيد عبد الله يعني في هولندا، في فرنسا، في ألمانيا يسألوني عن الشيخ نهاري. اللي هرس المنبر. نعم. غضبا لله. غضبا لكلمة الله. سيدنا موسى عليه السلام ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، إلى آخر الربيع الآية الكريمة. قصة سيدنا موسى في صور كثيرة في القرآن الكريم مع فرعون الطاغية. نعم إخواني، بعد هذه المقدمة القصيرة أعود إلى الموضوع، والموضوع مناسبة الاحتفال
وشاركت أخينا الكريم يحتفل بمولودته، نسأل الله أن يجعلها ذرية طيبة صالحة، أن يحقق رجاء الوالدين فيها ويجعلها من الموروث الطيب يا كريم. الأنبياء والمرسلون كانوا يطلبون ذرية طيبة. سيدنا زكريا عليه السلام يقول ربي في القرآن الكريم: ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يرثني، مع أن الأنبياء لا ترث ولا تورث. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: نحن معشر الأنبياء لا نرث ولا نورث ما تركناه صدقة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن ما معنى الإرث هنا؟ هو يقول: يا رب اعطني ولدي ورثني. ماذا يرث منه؟ النبوة والصلاح. فجاء الجواب، لأن دعاء الأنبياء لا يراد: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال ربي سبحانه: وكان سيدا وحصولا نبيا من الصالحين. آيات كثيرة في القرآن فيها دعاء الأنبياء يطلبون الذرية الصالحة. سيدنا إبراهيم يقول: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. سيدنا إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى أني أذبحك، وانظر ماذا ترى. نعم إخواني، العباد الرحمن يقولون في دعائهم في القرآن الكريم من صفات عباد الرحمن: الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. كلنا عباد الرحمن إن شاء الله، عباد الله المؤمنين، هذا معنى عباد الرحمن. ولكن أوصافهم هذه هي في القرآن الكريم، ذكرها الله: عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إلى آخر صفات عباد الرحمن في القرآن الكريم. نعم إخواني، والولد هبة ونعمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى، هبة من الله. ما يستطيع أي إنسان في الدنيا يكسب الولد إذا لم تأتيه الهبة الربانية، يهبه هو سبحانه لمن يشاء إناثا. بدأ الله بالإناث، مع أن الأنثى كانت مكروهة في الجاهلية عند الكافرين وعند الجاهلين كما هو معلوم، كي يدفنوها حية. ولكن ربي سبحانه يقول في الآية: يهب لمن يشاء إناثا. ولهذا المؤمن يفرح بما أعطاه الله، أعطاه الأنثى يفرح، كما الأخ ديالنا الكريم شريف يفرح بهذه المولودة الكريمة، ويسأل الله عز وجل أن يجعلها من الذرية الطيبة الصالحة. يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور. كل اللي كيعطيه ربي غير الإناث، من أين يأتي بالولد؟ ما يتشرى، ما يتباع، ما يتصنع، ما عليه إلا أن يرضى بالقسمة. هذه قسمة إلهية، هبة، خذ ما أعطاك الله سبحانه وتبارك وتعالى. يهب لمن يشاء إناثا، ربي يعطيك الأنثى، هذه قسمة ربي يعطيه غير الأنثى، أعطيه خمسة ولا ستة ولا عشرة ديال البنات. تربية البنات إخواني الأجر عظيم عند الله، شي حاجة عظيمة.
كما خبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، من عالج كما قال الرسول من عال جاريتين كنت أنا وهو في الجنة، هكذا هكذا يقول الرسول، من عال جاريتين أي بنتين، ها معنى على يعني ربهم تربية إسلامية إن شاء الله، حتى أحافظ على الأمانة حتى سلمها إلى صاحبها، ها هذا يوم القيامة يبعثه الله في الجنة بجوار رسول الله مصاحبة مرافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأنثى ربي كرمها بعد الإهانة التي أصيبت بها في الجاهلية، وبعث الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورفع من قيمة المرأة ومن قيمة البنت صلى الله عليه وسلم حرارها، حرارها محرر المرأة واحد هو رسول الله، كيش بشر آخر اللي حرر المرأة، وإنما أفسدها المرأة. نعم هناك من أفسد المرأة أفسدها فسادا عظيما، هذا كثير، ولكن الذي حرر المرأة رجل واحد رسول الله، حررها بالقرآن الكريم بما جاء في كتاب ربنا سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا ربي يقول سبحانه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. قلنا المؤمن يفرح بالشيء اللي أعطاه الله، إذا أعطاها 20 بنت نعمة من الله، وما كاينش واحد آخر اللي أعطاه الولد. وهناك من أكرمه الله وأعطاه إيش وهب له الذكور فقط، عنده غير الذكور، يتمنى البنت فين وجدها. سأل الله التوفيق إن شاء الله، كما يحكي لي أحد الشرفاء في المدينة من آل بيت الرسول، قال أنا ربي أعطاني غير الولاد، قال لي ما كتشوفي بني تمشى قدامك أبكي، قال لي والله لا أبكي، لكن خا عاود زواج ولكن ما كاين، اللي أعطى الله هذاك هو، ما عليه إلا أن يرضى بما أعطاه الله. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. كل ربك يكمل النعمة، يعطاه الذكر ويعطاه الإناث، هذا فضل عظيم من الله، يجب عليه أن يشكر هذه النعمة. شكر وشكر النعمة هذه هو خص يقوم بواجب التربية، أن يربي أبناءه تربية إسلامية، هذا هو الشكر يعني. شكر الأولاد، شكر على نعمة الأولاد، ويحافظ عليهم ويربيهم تربية إسلامية حتى يفتخر بهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول تناكحوا تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. سبحانه عليم بما يصلح الإنسان، كاين اللي يصلح له غير البنات، وكاين اللي يصلح له غير الذكور، وكاين اللي يصلح له غير مثلا إتمام النعمة. ربي يعلم ما يصلح الإنسان وما لا يصلح، ولهذا يقرب إنه عليم قدير، سبحانه قدير على كل شيء سبحانه تبارك وتعالى. ويجعل من يشاء عقيم، إنه عليم قدير سبحانه تبارك وتعالى، وفي ذلك حكمة، هذاك العقيم وربما الذرية لا تنفعه وربما تضره ولا تنفعه. ولهذا ربي سبحانه جعله إيش عقيما لا يلد ما يولدش. والعقم
كالعقم يعني خلق يعني خلقه الله عقيم، ما خمش الاطباء ديال الدنيا ما يستطيعوش يعني يعطيوها الولد ولا البنت لانه عقيم اصلا. هناك العقم اللي هو كيكون بسبب مرض وكذا يتعالج، اصلا نعالجه، ان الله خلق الدواء، خلق الدواء فتداوى كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام. ويجعل من يشاء عقيم، هذا العقيم ماذا يفعل؟ يجب عليه ان يرضى كذلك بالقسمة الإلهية، ها؟ ويرضى بالقضاء والقدر، ويوم القيامة ربي يعطيه ما يشاء من الأولاد في الجنة، والجنة فيها الأولاد؟ نعم، كما أخبرنا بذلك رسول الله، ها؟ إذا تمنيت، لأن ربي يقول سبحانه في الجنة، يقول ربي سبحانه وتبارك، يعني ديك الشيء اللي يتمناه الإنسان يجده أمامه. سبحانه وتبارك وتعالى. مش انسان غادي يعني اذا تمنى الولد بغى الولد يعني بيقول في الجنه ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون كانها. انسان اذا تمنى الجلال والاكرام، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. أتمنوا الأخ ديالنا الكريم أن يقر عينه بهذه المولودة الكريمة، وأن تكون سببا في سعادة والديها يا ذا الجلال والإكرام. ونسأل الله الصلاح لأولادنا وأولاد المسلمين أجمعين، وبارك الله في الجميع يا ذا الجلال والإكرام. سيد عبد الله، أتمنوا دائما يكون يعني كما قلنا كما كان في الشباب ديالو، يعني كان دائما في مثل هذه الجلسات يعطي الكلمة لإخوانه الشباب. والآن ذلك الشباب كل واحد أين ربي تقبل منه ومنهم، ونطلب ربي كما جمعنا في بيوته جمعنا في جناته، جنات النعيم، في جنات الخلد، في جنات الفردوس يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. والله هذه الأيام كانت إخواني أحلى من العسل، عشناها يعني. الآن على الأسف نرى المساجد في مدينة وجدة أكثر مدينة مسجدا، ما كاينش مدينة في العالم الإسلامي فيها المساجد مثل وجدة، ولكن المساجد خاوية، الحيطان ولا لا؟ غير الجدران، ما ينفع. المسجد ماشي هو الحائط ولا القبص ولا المسجد العطاء. مسجد الرسول كان مبني بالخشب ومفرش بالتراب يعني بالحصبة، ولكن ماذا خرج من ذلك المسجد؟ النور إلى كل بلاد الدنيا خرج من مسجد رسول الله، ويجب أن يكون مسجد الرسول قدوة للجميع حتى قيام الساعة، نسأل الله أن يرحمنا. ولكن مع الأسف اللي أعطى الله هذا هو، تكوش ده حسب ما أرى أنا، حسب لأنه وخا ما كان عايش في وجدة كثيرا، ولكن كان درسا واحدا في أسبوع هو السي بن حمزة شفاه الله، والآن السي بن حمزة يعني بسبب المرض توقف عن الدرس. إذا المسجد خاوي ولا لا؟ نعم؟ خاوية. سأل الله أن يرحمنا. واش مئات المساجد في وجدة، 300 وكذا جمعة، 350 جمعة كاين، ما فيها درس واحد؟ الصلاة نصليها بواحد السرعة اللي ما عندهاش حدود، فاتحة ما استطاعش نكملها مع الإمام نهائيا، بسرعة كأن ما عندنا الإمام، ما عنده تجارة، ما عنده والو. قليل من المساجد اللي استطاعت تكمل فيه الفاتحه وتقرا تصلي مزيان يعني، الله يجزيهم خيرا. ولكن اغلب المساجد سرعه، وفين ماشيين ما نعرف. نسال الله ان يهدينا واياهم ويتقبل منا ومنهم يا كريم. نسال الله ان يرحمنا. فالصلاه صحيحه ان شاء الله، ولكن بتكون صحيحه يعني بعد ما نتقنوا الصلاه ونصليها كما امر الله، صلوا كما رايتموني اصلي.
لما انتقلوا الصلاة ونصل نحاول ما استطعنا نصل صلاة الرسول، وبعد ذلك نسأل الله قبول، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سيدنا إبراهيم حتى نزل جبريل وبيقول له المهندس ديال البيت الحرام مكة المكرمة وأمره بالبناء، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل هم يرفعون المكان البيت ويبنون، ويدعون بهذا الدعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سيدنا إبراهيم ماشي غير مشى وبقى يبني، لا بد من الهندسة. ها مهندس هو سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، هيئنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا. ها مكة المكرمة مزدحمة الآن بحجاج بيت الله الحرام، تقبل الله منا ومنهم حجهم وأن يحفظهم بما حفظ به الذكر الحكيم. وبارك الله في الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.